السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الهندسة المدنية في الجزائر. سنلقي اليوم نظرة على قناتنا على اليوتيوب، لأنني متأكد أن الكثير منكم لم يتعرف عليها بالشكل المطلوب. لو نلقي نظرة على قناة سنجد الكثير والكثير من المقاطع المميزة والمفيدة جدا والتعليمية الخاصة بمجال الهندسة المدنية والبناء. حقيقة بدأت مشواري مع القناة منذ 2018. كانت البداية مع برامج الخاصة بالهندسة المدنية كالإيتابس والروب وغيرها، سنجدها جميعا في خانة بلايليست التي بدورها تحتوي على الكثير من المواضيع كدورة التمتير ودورة بلاكسيس ودورة أوتوكاد وغيرها من الدورات المختلفة. وكذلك تجدوننا على مواقع التواصل الاجتماعي كالإنستغرام أو على الفيسبوك. ما عليك سوى كتابة Civil Engineering DZ باللغة الفرنسية أو الهندسة المدنية في الجزائر باللغة العربية وستجدوننا بسهولة، لذا تابعونا. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا، وشكراً.